الفريزر بيجمد كويس جدا، لكن التلاجة من تحت مفيش اي تبريد فيها. طيب ايه السبب وازاي تقدر تعرفه وتختبره بنفسك؟ اول حاجة نتأكد بس ان المروحة شغالة بشكل كويس مش تعرف، لان هي لو ضعيفة او مش شغالة خالص ممكن ما تنزلش التبريد تحت. تاني حاجة نتأكد من الماتور شغال او الفريون شغال، نفصل الثلاجة ونشيل الوش. طبعا بيكون في وش راكب تاخده فيه بالمسامير، اهم حاجة نخلي بالنا من الفتحات. نيجي هنا نعرف الفريون شغال ولا لا، بنلاقي المواسير عليها تلج، لو ما عليهاش تلج بيكون الماتور مش شغال او في مشكلة في الفريون، لو نصها او جزء بسيط بس اللي في البداية اللي عليه تلج والباقي ما عليهوش تلج، واقصد بالتلج ان هو التشميع بسيط، حتى لو حاجة بسيطة زي دوت فكده عليه تلج. طيب التلاجة نلاقيها مجمعة تلج زي ديت، دوت بيكون الباب اتفتح كتير. طيب لو مجمعة تلج في الجزء ده، لو مجمعة تلج في الجزء ده بيكون السخان مش شغال، ودي اكتر حاجة بتحصل، وممكن يكون الصرف مسدود. طيب التلاجة نفرست علشان بس نكون واضحين، بتشتغل 6 ساعات متواصل، المروحة شغالة والموتور شغال، الفريون شغال، بتسحب التلج تنزله تخليه في الفريزر علشان تجمد، وبتنزل تبريد تحت في التلاجة علشان تبرد التلاجة من تحت. طيب ده هو اللي بيحصل في عملية التبريد في التلاجات النفرست. طيب بعد 6 ساعات تشغيل بتيجي التلاجة بتفصل، الماتور بيفصل والمروحة بتفصل، وبيجي يشتغل السخان. السخان في التلاجة زي ده اهو بيكون بالشكل ده، ده السخان زجاجي بيكون شغال تمام. وفي بعض التلاجات بيكون سخان مبخر بالشكل ده اهو، وبيكون في سخان تاني معاه للصرف تحت بيكون بالشكل ده. طيب التلاجة لما بتفصل بيسيح التلج، التلج في فتحات هنا بتنزل التبريد وبتيجي تغير التبريد من هنا، فالسخان بيشتغل يسيح اي تلج زياده، وكمان اللي على المبخر ده بيسيحه تماما، وبترجع تبدا تشتغل من جديد بعد التلت ساعه تقدر، او النص ساعه او ربع ساعه على حسب نوع الثلاجه، فترجع تشتغل من جديد. طيب لو ما حصلتش العمليه دي والتبريد دوت والسخان ما اشتغلش ودوب التلج، خلاص بيتكوم يوم في التاني، بيتكوم هنا بيسد الفتحات، فما فيش اي تبريد بينزل تحت ولا بيخرج من الفتحات لان دي متوصلة ببعض، فهو ده بيكون سبب عدم التبريد. طيب ايه اللي بيسد الفتحات دي بالتلج؟ اول حاجة ممكن الصرف مسدود، التلاجة زي ما شايفين ادي فتحة الصرف بتاعتها، الصرف لو مسدود فهتيجي تسيح التلج هيبقى مية مش هينزل في حوض التبخير تحت في ماسورة الصرف، هيبقى مية. أول ما تشتغل المية دي هتبقى تلج فهيسد الفتحات، 5 دقايق هيسد الفتحات لأن المية هتبقى تلج فهيسد الفتحات بسبب إن فتحة الصرف مقفولة اللي بيكون تحت. طيب إيه سدد، إيه اللي بيسد فتحة الصرف؟ حاجتين بيسدوا فتحة الصرف، أي بقايا اكل او اي حاجه وقعت سدت فتحه الصرف، ادي رقم واحد. رقم اتنين التلج، التلج بيتكون بسبب عدم تشغيل السخان. طيب ازاي نقدر نفحص السخان ونقدر نشوف هل المشكله في السخان او مشكله في الصرف او مشكله تانية زي الدمبر او اي حاجه؟ طبعا بنجيب جهاز افوميتر ايا كان شكله ده الفني بنجربه، او ممكن نختبر بالكهرباء مباشره. بنيجي هنا السخان ادي الطرفين بتوعه اهو اللي جاي من تحت، نشوف السخان فين ونشوف الطرفين بتوعه فين، وبنقدر نختبر اهو ده طرفين السخان، ده ماشي كده موصل بالسخان، وده طرفين الفيوز اهو بيجي موصل. طبعا احنا بنسيح التلج بالاول بميه بس بعد ما نختبر الحساس، لان الحساس لازم يكون عليه تلج ونختبره. ده الفيوز، ده طرفين السخان، بنقيس بالافوميتر بنشوف شغال ولا لا، وممكن نقيس بالكهرباء هنشوفه هيخرج حراره ولا لا، نوصل طرفين الكهرباء فيه بنشيل الجاك ونختبر فيه. الفيوز بنقدر نختبره بالافوميتر نشوفه موصل ولا لا، طبعا ما بيختبرش بالكهرباء اهو،
ده طرفين الفيوز وطرفين تانيين الحساس بيركبوا بجاك واحد. نقدر نختبر الحساس بالتلج، بنشوفه هل شغال ولا لا، بيدينا صفاره في وضع الصفاره في الافوميتر ولا لا، ولو سيحنا تلج ما بيديناش صفاره. المفروض كده يدينا صفاره او الطرفين يكون موصلين في وضع التلج. لو ما فيش تلج طبعا بنحطه في قلب تلج علشان نقدر نفحصه. فالحساس لو تالف مش هيشغل السخان، الفيوز لو تالف مش هيشغل السخان، السخان لو تالف مش هيشتغل، وممكن كمان التايمر. هو دي الاسباب. نقدر نشوف القطعه التالفه ونبدا نغيرها علشان يسيح التلج وتشتغل باستمرار. لو كل حاجه تمام، مفيش اي حاجه تالفه في السخان، حساس السخان، التايمر، الفيوز، دايره الديفروست اللي بنتكلم عنها، كل حاجه فيها شغاله والمروحه بتشتغل بشكل كويس والفريون او التلج متجمع على المبخر في وقت التشغيل بالكامل، تشميع بسيط، مش كثافه التلج ولا اي حاجه، اهم حاجه تشميع ما يكونش فاضي خالص. فبيكون ايه السبب؟ بيكون في اسباب تانية. اول سبب معانا بقى، احنا ممكن بنفتح الباب كتير، ممكن يكون الدمبر، بيكون في دمبر او بوابه هواء اللي هي دي، طبعا احنا اتكلمنا عنها لوحدها. دي لما بنظبط درجة الحرارة، فلما يوصل للدرجة المطلوبة بيقفل الدمبر، ولما تقل بيفتح علشان بينزل الهواء من الفتحات بتاعت اللي بتبقى موجودة دي، بينزلها علشان يعمل التلاجة او يبرد التلاجة كلها بالكامل. فالدمبر دوت لو مقفول باستمرار مش مفتوح بيكون السبب. لكن السبب الاشهر اللي هو تكوين التلج. لو لقينا تكوين تلج هنا لازم ننظف الصرف ونختبر الاجزاء. طيب لو انت مش فني او عايز تختبر في بيتك، عايز تعرف تشوف انت من غير ما تفكها او اي حاجه، بتفصل الثلاجه يوم كامل مع فتح الابواب، الثلاجه بعد يوم كامل والباب مفتوح، التلج بيبدا يسيح، الصرف بيبدا يشتغل، هتشوف الميه نزلت في الحوض التبخير ولا لا، يبقى كده الصرف اتسلك. اول ما الميه تنزل في حوض التبخير يبقى كده الصرف اتسلك، تبدا تشغل التلاجه. لو حصل كده بعد 3 ايام او اسبوع خلاص هي كده بتكون تلج، فعندك مشكله في السخان ما بيشتغلش بسبب ان هو تالف او الحساس بتاع السخان تالف. لازم طبعا فني يجي يختبر ويتاكد بنفسه. وطبعا لو بتكون تلج يبقى المشكله مش في الدمبر. اما لو كل حاجه تمام لازم نفحص الدمبر او بوابه الهواء، لازم نتاكد ان الثلاجه في مكان جيد للتهويه، لازم نتاكد ان المروحه شغاله بشكل كويس، والباب ما بنفتحوش فتره طويله، لان التبريد طبعا الباب لما نفتحه فتره طويله بيقلل التبريد.